السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. اولا كنعتذر منكم لانكم غتشوفوا الفيديو متاخر شويه، والسبب راجع لاعطاب تقنيه. ثاني شيء اخواني، اليوم بغينا نوصلوا 200 الف اخ واخت داخل القناه، فبالتالي ما تحرموناش من الفرحه هذه الليله هذه، وكنشكركم بزاف باش ما نطولش عليكم. نمروا الان الاهم عناوين حلقه اليوم. التفوق العسكري للجيش المغربي يتواصل. الولايات المتحدة تزود القوات المسلحة الملكية برادار من الجيل الجديد تحسبا للحرب مع البوليزاريو. مصادر دبلوماسية أوروبية تنفي طلب الأمم المتحدة من إسبانيا استضافة عناصر المينورسو. المغرب يستعد للحسم ويرسل قوات العملية الخاصة للمنطقة القرقرات، وهي أقوى قوة داخل الجيش المغربي. عاجل وخطير للغاية، البوليزاريو تدق طبول الحرب وتعلن إغلاق القرقرات بشكل نهائي. تطور خطير، حملات ليلية بتندوف تدعو للاستعداد للحرب ضد المغرب. رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى الهدوء في معبر القرقرات. سري وحصري، الإمارات تدخل على الخط في قضية معبر القرقرات. وقعت المملكة المغربية عقدا تحصل بموجبه على رادار للمراقبة عالية الدقة من طراز PTC المتخصصة في تحليل الأهداف، وهي أحدث نسخة من الرادارات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتين الأمريكية العملاقة المتخصصة في الصناعة العسكرية. ويملك المغرب عدة إصدارات ثابتة ومتحركة من نسخ سابقة من هذا الرادار فائق التطور. وحسب المركز الإفريقي للاستعلامات، فالرادار الجديد يمكن نقله عبر طائرة شحن أو مروحيات أو شاحنات وعبر القطارات، مما يجعله عمليا بشكل كبير، ويمكن تفكيكه بسرعة واستخدامه في كل المناطق. يضيف ذات المصدر أن الرادار الحديث يسمح بمراقبة الطيران على المستوى المنخفض أو المتوسط، مع إمكانية تحديد المناطق بدقة عالية، مما يجعله متعدد الاستعمالات. وسيمكن القوات المسلحة الملكية من مراقبة دقيقة لمجالها الجوي بشكل كبير، وتأمين حدودها ضد أي اختراق أو هجوم محتمل. على إثر الأخبار التي روجت لها صحيفة القدس العربية بكون طلب الأمم المتحدة من إسبانيا استضافة عناصر المينورسو لديها في حالة نشوب حرب في المنطقة، وصفت مصادرنا الدبلوماسية الأوروبية هذه الأخبار بالأكاذيب التي لا يمكن تصديقها بالنظر إلى أنها لا تستند إلى مصادر موثوقة. وأكدت المصادر عينها أنه لا يمكن للأمم المتحدة التقدم بهذا الطلب، لأن دور هذه البعثة الأساسي هو حفاظ السلم عبر فرض احترام وقف إطلاق النار، وهو ما يفسر وجود عسكريين من مختلف الدول في صفوفها. وبالتالي تضيف هذه المصادر، فحتى لو افترضنا نشوب حرب فالمفروض في هذه البعثة أن تقوم بدورها الأساسية، وهو وقف إطلاق النار. وترى هذه المصادر أن ما تنشره جريدة القدس العربية هذه الأيام بخصوص الوضعية في منطقة القرقرات يحاول أن يصب الزيت على النار، علما أن ما يتم إطلاقه من تصريحات من جانب جبهة البوليزاريو الانفصالية لا يعد أن يكون دعاية، بالنظر إلى أن هذه الجبهة توجد في وضع متأزم، ودخولها في حرب مع المغرب هو مجرد انتحار منذ البداية. تعد القوات الخاصة المغربية أحد أفضل وحدات الجيش المغربي من حيث التدريبات والعتاد، حيث أسست خصيصا للتدخل في حالات وجود أي تهديد محتمل يمس أمن المغرب ووحدة ترابها. وقام الجيش المغربي لأول مرة بتحريك هذه القوات خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد تصعيد البوليزاريو الأخير بمنطقة القرقرات. القوات الخاصة التي أخرجت للعلن مكونة من 7 وحدات لها تجهيزات عالية تضاهي تجهيزات القوات الخاصة العالمية، وسبق لها أن تدخلت في عدة دول من بينها مالي إلى جانب القوات الخاصة الفرنسية. ويعتبرها متخصصون من أكثر الوحدات احترافية في العالم، إذا تستطيع أن تفرق بين عناصر القوات الخاصة المغربية والفرنسية والأمريكية لتشابه تجهيزاتها المتطورة
كثيرا، كما يمكن الاستعانة بتدخلات في حال توتر الأوضاع بالقرقرات. وتعد القوة الخاصة التابعة للجيش المغربي المعروفة اختصارا بفار فورس من الوحدات التي يحاط عملها بسرية تامة، إذ ظلت عناصرها في الظل سنوات طويلة قبل أن يتم الإعلان عنها من طرف مصدر رسمي. وجاء الإعلان عن قوة العمليات الخاصة كرد فعل على التصعيد الذي أعلنته ميليشيات البوليزاريو، ويوجد حوالي 1200 جندي قوات العمليات الخاصة في القارة الإفريقية يتولون تدريب وتشغيل طائرات دون طيار، وأحيانا نادرا يتدخلون مباشرة. لا خيار أمام جبهة البوليزاريو سوى التصعيد الميداني بعد فشل أطروحتها الانفصالية، إذ أكدت أن إغلاق معبر القرقرات قرار نهائي لن تتراجع عنه، مشيرة إلى أن النشطاء بالمنطقة باتوا يتحركون بكل أريحية وصولا إلى الشاطئ المحيط الأطلسي. وعبر جبهة البوليزاريو الانفصالية عن تخوفها من التحركات العسكرية المغربية بالقرب من معبر القرقرات والجدار الأمني، وقالت إن المغرب أرسل في الأيام الأخيرة إلى منطقة بالقرب من القرقرات تعزيزات عسكرية وجرافات لإقامة الأحزمة الرملية، ما يهدد المنطقة بانفجار في أي لحظة والعودة إلى مربع الأول، أي استئناف الحرب من جديد حسب تعبيرها. في تطور خطير، بشرت قيادة جبهة البوليزاريو حملات تجول في المخيمات بتندوف تدعو فيها للاستعداد للحرب ضد المغرب. وحسب أشرطة فيديو متداولة، فقد جابت ميليشيات المخيمات ليلة أمس الأربعاء مستعملة مكبرات الصوت والسيارات لتدعو المواطنين للاستعداد والانضمام إلى المرتزقة الموجودون في معبر القرقرات. وتأتي هذه الدعوات بعد أيام من حشد الجبهة مرتزقتها وميليشياتها وكل المواطنين الموجودين في المخيمات والشروع في التحريض ضد المغرب وتهيئتهم لكل السيناريوهات السيئة منها الحرب، بعدما كانت القيادة أعلنت أنها ستجند مواطنيها وقاصريها كعادتها لضمهم إلى الميليشيات العسكرية هناك. هذه التطورات تتزامن وحضور وفد أمني رفيع المستوى بالداخل في وقت أعلنت في موريتانيا وضع فرق عسكرية على الحدود لحماية أرضها في حال نشوب حرب. دعا سيريل راموس رئيس جنوب إفريقيا اليوم الخميس المغرب وجبهة البوليزاريو إلى الهدوء وتخفيف حدة التوتر في معبر القرقرات الحدودية. وطلب رئيس جنوب إفريقيا الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا في تصريح صحفي رسمي المغرب وجبهة البوليزاريو بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وشدد على ضرورة التمسك بخطة التسوية التي تنص على احترام وقف إطلاق النار. ودعت جنوب إفريقيا وهي ثاني أكبر داعم لجبهة البوليزاريو بعد الجزائر الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء على وجه السرعة لمعالجة جميع الأسباب الكامنة وراء التوتر والمساعدة في إيجاد سلام دائم في تلك المنطقة. وفي وقت تعقد فيها جارة الجنوب موريتانيا وسط لإيجاد حل للتوتر الحاصل في معبر القرقرات قبل انفجار الوضع، لم تصدر الجزائر الطرف الرئيسي في النزاع أي موقف رسمي إلى حدود اليوم الخميس، ما يكشف دعمها لخطة التمرد التي تقودها ميليشيات الجبهة بالمناطق العازلة. تحرك غير طبيعي ذلك الذي يقوم به الجيش الموريتاني مع توالي الأيام نتيجة تبعات إغلاق عناصر البوليزاريو لمعبر القرقرات الحدودي مع المغرب، والذي أثر بشكل كبير على اقتصاد البلد وخاصة فيما يتعلق بتزويدها بالموارد الغذائية. توجه مساعد قائد أركان الجيش إلى الجانب الموريتاني من المعبر في الوقت الذي جرى فيها الإعلان رسميا عن زيارة قائد الأركان العامة للإمارات العربية المتحدة تزامنا مع افتتاح قنصليتها في العيون. ورغم أن الزيارة تمت خلال الفترة ما بين 2 و5 نوفمبر 2020، إلا أن الجيش الموريتاني لم يعلن عن توجيه قائد الأركان العامة محمد ولد مكيت إلى أبو ظبي إلا بداية الأسبوع الجاري، قائلا إن الزيارة خصصت لبحث التعاون القائم بين الجيشي البلدين
في الوقت الذي أعلن فيه وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية أن الطرفان ناقشا مواضيع ذات اهتمام مشترك دون أن تفصح عن طبيعتها. كما تحدثت عن بحث الطرفين لأفاق التعاون في المجالات العسكرية، لكن المثير في الأمر أن هذه الزيارة تزامنت مع افتتاح قنصلية الإمارات في العيون كأول تمثيلية دبلوماسية لبلد من خارج القارة الإفريقية في الأقاليم الصحراوية المغربية، وذلك بتاريخ 4 نوفمبر 2020. وصحب هذه الخطوة توجيه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة مصورة إلى المملكة المغربية أكد فيها أن موقف بلاده ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أثنى الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة غدا إن شاء الله.